كل هالقوات اللي جايبينهم لاولاد ال 2002 شو ها دولي دايره ورا شباب صغار ولاده طلع يا الله طلع كل اهل المخيم جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدفنا بشكل مباشر داخل مخيم جنين نعم اشتباكات عنيفة على مدخل مخيم جنين بين مقاتلين فلسطينيين ظهروا قبل قليل وجيش الاحتلال الإسرائيلي الطيارة يا شباب درون من سوق الجمعة بشة بشة لن نرحم أحد المواجهات ما زالت مستمرة الآن على حاجز مخيم شعفاط وقلعة المقاومة تجود من أجل جنين تجاوزنا حد 1000 كيلو خبز حتى اللحظة كفى